كيف ستساهم في تشكيل مستقبلنا؟ كيف ستساهم في تشكيل مستقبلنا؟ سأعمل للسلام والاتحاد لأني أؤمن بعالم أفضل. سأعمل على حمايتكم وخدمتكم بنزاهة لأني أهتم. سأبتكر فرص جديدة. سأستخدم التقنيات لا أفيد الإنسانية. سأغير العلوم الطبية تغييراً جذرياً. سأكتشف هذا الكون الشاسع لأن الفضول يغمرني. سأتغلب على المحن لأني أدافع عن المساواة. وسأقود المفكرين والرواد لأننا نشكل المستقبل. لأننا نشكل المستقبل.